السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة جديدة من ملعب الهداف وكرة مع زياد، وزياد بيدي كرة لعبد الرحمن، وعبد الرحمن يلا يا ولد يا مبدع، وهيدي كرة لزياد تاني، وزياد هنا بيمسكها واو بيغلط غلطة عمره وبتلخبط بين الكرة وبين دماغ خالد، وكرة عبد الرحمن بياخدها وبيطلع، انما علي بيقطع علي هنا بيدوس على رجله هنا اهي، ومعلش يا عبد الرحمن استحمل الحكم ما شافهاش كالعادة، وهنا ياسر طالع وعايز يشوط، وهنا بيتزنق وكرة بتطلع بره بالثلث، والحكم ما تعترضش، الحكم هيجيبها تاني اهو، هنا كرة طلعت واحد اهي بره هنا دي، بس كمان هنا في اللفة دي بيوقفها بره، انما بيشوط من بره وبيقول ما خرجتش، هو الحكم شايفها ان هي خرجت بس هو بيقول ما خرجتش، انما هو لو قال ما خرجتش والحكم قال خرجت يبقى خرجت، زي دي مثلا دي خرجت اهي، الحكم شايفها خرجت يبقى خرجت، انما لو الحكم قال ما خرجتش يبقى ما خرجتش، ودي كمان هي دي خرجت الحكم هيقول خرجت، انما هي لو ما كانتش خرجت يبقى ما خرجتش. وهي دلوقتي زي مع الكرة وعايز يلعبها البودي، وبيلعبها البودي، ودلوقتي بودي عايز يعدي، وبودي بيرقص، وبودي بيبص قدام، لكن عبد الرحمن ما كانش قدام، ودلوقتي معانا اتنين بودي في الملعب، واحد بودي والتاني اسمه عبد الرحمن علشان ما نتلخبطش، اللي لابس اسود اسمه عبد الرحمن، وبودي اللي لابس مانشستر يونايتد الابيض، ودلوقتي علي مع الكرة وباص علي قدام، لكن ما تعرفش الباص راح فين وتوصل الاوت، ودلوقتي خالد بيباص لياسر، وياسر دلوقتي عايز يشوط، ويرجع ياسر ويطلع قدام ياسر، وعبد الرحمن مش سايبه، ودلوقتي الكرة مع خالد، وخالد عايز يعدي ويبصها تاني لياسر، وياسر دلوقتي مع الكرة ويشوط ياسر وعبد الرحمن في الدفاع، ودلوقتي ياسر عبد الرحمن سد منيع مش مخلي ياسر يتحنى على كرة، انما ياسر هيجري وراه مش هيسيبه، شايفين ياسر بيقول له رايح فين يا حالو، انا مش هسيبك وادي وحدك عبالون، حط رجله قدامه اللي هو بيجيب الكرة، والتاني يا عيني وقع، بس التاني ما يعرفش انه هيتغدر بيه، معلش لو كان يعرف انه هيتغدر بيه كان كاله قبل ما ينزل الارض. ودلوقتي احمد رضا مع الكرة، احمد رضا بيبص بعيد لكن تطلع بره الكرة اوت، وزياد ملحقهاش، وخالد هيلعب ركنية، لا ده خالد هيلعب ركنية، ودلوقتي خالد لعب الركنية، وعلي عايز يشوط ويشوط علي، اوبا بتطلع بره، علي هنا بيشوط، علي شوط، وعلي بعد ما شوط خلاص بودي طلع قدامه ورقص وبيطلع قدامه وعدي، ودلوقتي بتطلع بره اوت، لا طلعت اوت، ايوه طلعت اوت، عبد الرحمن هيلعب الاوت، ويلعب عبد الرحمن الاوت، بودي ده ولا عبد الرحمن؟ بودي لعبه الاوت، بودي لعب الاوت وجيت في العارضه، انما احمد طلع يجري ورا الكوره وعايز ياخدها عشان يديها لياسر يلعب، عنده روح رياضيه بيجيبها له عشان يلعب، عشان هو اخو الصغير، والتاني بيلعب للتاني، وخالد بيجري، وعوين احمد بياخد الكوره وبيجري وهيعمل حاجه واو، عشان امير كان بيتعلق وبيتعلق على الحلقه، انما ما شاء الله نازل مش مركز، ودخل في امير جون وبيقول لهم يلا يا جماعه عشان نعوض الجون، واحمد كده جاب جون، وهنا لسه هيسنترهم، يلا قوم يا عبد الرحمن عشان الفريق التاني سنتر، يلا يا بودي، بودي ولا عبد الرحمن، ايه ده لسه ما سنتروش، هم في ايه في يلا لا 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 لا، طب ايه ده انت لو كانت جت جون كانت حسب؟ لا طبعا الحكم كان ممكن يحسبها؟ لا هو جير على طول ليه؟ شكله سنتر من ورانا، طيب ماشي ما علينا، وهنا زياد قال له العب يا حلو، ده انا هعمل حركه ماجد وادي له كوره بايدي، انما امير مش بيهنيه، واحمد رضا بيقع، وعبد الرحمن مش سايبه، عبد الرحمن ولا بودي؟ بودي دلوقتي يقطع الكوره من الاثنين، بودي بيقطع الكوره من الاثنين، وخالد بيخش يتهكم على الكرة وبيطلعها اوت، انما عبد الرحمن ولا بودي؟ لا مش عارف، بودي بياخد اوت، عبد الرحمن اللي جرى ده، ودلوقتي بودي يقطع الكرة، وبودي ياخد الكرة من خاء، انما بره ما اعرفش اقول ايه ولا انا كمان، طب ماشي هو بيلعب كوره، وعلي هنا ماسك الكوره وطالع يلعب ولعب نضيف، وهنا عدى من احمد رضا، وهنا بيشطها الشطه جميله ياسر، الكوره شطها وهي طلعت فوق العارضه، وياسر عايز ياخدها، وعبد الرحمن يا نهار اسود يا جدع، ايه ده
ليه انت شايف ايه؟ تدخل قوي جدا من هو داخل على الكرة ولا داخل على ال هو اكيد في صحيح لكن تدخل شديد قوي جدا. ما علينا. طيب ماشي يمشي اللعب يا حكم، والحكم بيمشي اللعب وبيقول لك فاول ولعبها، وانما علي بياخد الكوره وبيحاسب. علي هنا ما حققش ولا فاول في فريقه، الوحيد اللي ما حققش فاولات هو عبد الرحمن، بيشوط الكوره وياسر بيصدها، يعني ياسر اللي واقف جول. ودلوقتي ياسر ما تعرفش ازاي هو اللي واقف جول رغم انه مش الحارس. ودلوقتي بودي مع الكوره وبودي عايز يعدي وبودي عايز يعدي عند علي ما عملش ولا فاول، حرام عليكم كنتوا سبوه. وضرب الجزاء لان ما فيش حارس اللي مسك الكره ويشوط بودي ويضيعها. ضيع ضربه جزاء صحيحه، وهنا ياسر بيطلع يجري 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 وعايز يعمل هجمه مرتده، انما زياد وقف له. اما زياد يوقف له يبقى يعتبر ان هو وقف له. انا ماليش دعوه، انا عايز العب ركنيه لما يغير. ودلوقتي يلعب الركنيه لخالد، وخالد مع الكوره، وخالد عايز يشوط ويشوط خالد. واو شاطها وجت في العارضة، انما عبد الرحمن ياخدها وتتعارك الكوره برجليه. وهنا علي بيقول انا واقف ولا مين اللي واقف جون؟ الجون كان فاضي يا جدعان. هنا عبد الرحمن بياخدها وبيشوط وما فيش حد واقف جون، وبيحقق هدف اكيد. هو في ايه؟ علي بيزعل مين؟ علي المفروض كان واقف جون. علي بيقول ان هو مش الجون لان ما ينفعش حارس طبعا اللي يمسك الكره بايده وهو مش الجون. امال مين اللي كان واقف جون؟ لاعب عادي جدا مركزه. وابتدي احداث الشوط الثاني والمباراه، وخالد ياخد الكره من امير وطالع ويديها لياسر، وياسر عايز يعوض ويديها لامير، وامير هنا بيشوط لياسر الثاني وبيقسموا مع بعض وعايزين منفذ. هوبا وتفوت من رجل خالد اللي كان عايز يجيب جول دلوقتي حالا. كان عايز يجيب جول صح؟ ايوه كان عايز يجيب جول. وهنا خالد بياخد الكرة بيقول يا جدعان دي مع الحارس، والحارس يمسك الكرة ويقول لهم يلا يا جماعة، وبيديها لعبد الرحمن وبيفوتها. انما امير بيقول له لا تطلع بره وما تهجمش بيها لان هجمتك خطر. وهنا عبد الرحمن بيدي الكرة لبودي، ولا بودي بيدي الكرة لعبد الرحمن. ودلوقتي عبد الرحمن لسه مع الكرة، وخالد ياخدها منه، وياسر مع الكرة، وياسر عايز يشوط. اكبر غلطة هنا ماو، وزياد يصد الكرة. زياد هنا عامل قفل عليهم جامدة في الجول، ودلوقتي هيلعب بالركنية وزياد. واو حارس ممتاز زياد. وعبد الرحمن هنا بودي ولا عبد الرحمن؟ بودي دلوقتي عايز بيعدي، ودلوقتي بيزق. اوه هنا دي ايه؟ وست ولا ست ولا انا مش عارف، ولا كوع مؤخرا كوع، يعني وسط كتف وكوع، والولا يعني ضعيف ما تحملش الوقعه. وهنا بيقول انا عايز فاول عشان ده حفف كعب رجلي، حفف كعب رجلي ماشي. ايدي فاول لبودي يعني الغلبان اللي وقع. وبودي بودي ولا عبد الرحمن؟ بودي 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 هنا بياخد الكره وعايز يلعب تماس، وبيقول يا جماعه انتوا كده هتموتوني بالراحه شويه عليا. انما عبد الرحمن بياخد الكره وما بيلحقش يرجع لبودي، وياسر بينقض هجمه مرتده، وخالد ياخد الكره وبام جون. هنا امير عارف الثغره اللي هيجيب منها جون وبيحقق الهدف الثاني. ولا كده واحد كده الهدف الاول لهم كده 2 مقابل 1 2 1 ايوه كده 2 1 2 1 وعبد الرحمن بيقول ما زلنا منتصرين وهلعب. يلا يا جماعه حد يلعب قدامي، حد يقف قدامي، والثلاثة واقفين قدامه وعمال بيعدي شمين ويمين. انما علي بيقول له لا والله ما انا معديك. وهنا بيعدي برضه من علي، وامير يا عيني الواد ده غلبان وعمال يلف ويحوم حوالين نفسه. وياسر هنا بيسرق منه الكوره وبيقول انا في نص الملعب. وهنا عبد الرحمن، عبد الرحمن ولا بودي؟ بودي بودي بيتزحلق وبياخد الكوره وبيطلعها لان كانت هتطلع، ويدخلها جوه الملعب وبيديها لعبد الرحمن. ده عبد الرحمن طبعا صح؟ عبد الرحمن دلوقتي كوره سبق خدها خالد، وخالد طالع بكوره وماشي وبيشوط. انما هنا ماشي بودي 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 بيشوط وبيصدها خالد. هنا الكوره بره. وهنا ياسر بيلعب وطالع يلعب هنا في الملعب التاني. وهنا احمد رضا بيحط الكوره، وزياد هنا بيقول فين الكوره انا مش شايفها، ايش كوره جت من بين ايديا كانت جنب صوابعي بس دخلت المرمى. كده ياسر حقق الهدف التاني، ولتصبح النتيجه 2-2. تصبح النتيجه كام؟ 2-2. وهنا بيلعب الكرة اي كلام وبتطلع بره،
وخالد واقف وبيديها لياسر، ياسر واقف جون، وبيقول لهم مركز في اللعبة عشان احسب الجون فاضي، لو كان زياد خدها كان ممكن يحقق هدف اكيد، انما عارف انه هيعدي وبيعدي ويوصل هناك والمرمى بتاعتهم فاضيه. ارميلي المرتد ده يلا يا عبد الرحمن، عبد الرحمن بيشوط هنا لياسر، كان المفروض زياد سابها ولكن بيسيبها بتخرج بره بره. ودلوقتي ياسر هيلعب ضربه مرمى، وبيلعب ياسر ضربه مرمى، الكره دلوقتي مع علي، وبيطلع بقى علي وعايز يباصي وباصي بروكر عليه، ودلوقتي امير بيستلم غلط واحمد اتقطعها منه، وخالد بيجري بالكره، خالد بيجري بالكره عايز يرقص خالد، وعايز يرقص خالد، ودلوقتي عبد الرحمن يا ولد يا عبد الرحمن بيقطعها، اقول لك بره اسهل ما تبقى في منطقه ال 18. وهنا امير عايز يلعب واحمد رضا واقف لهم، وامير بيرقص وبيحاول يوديها لخالد، انما هنا بودي متمكن وياخد الكوره، وخالد بيزقه وبقول في ايه، هو خد مني الكوره ليه، ما كنتش اتمنى انه ياخدها مني. وهنا عمال يلعب شمال ويمين وشمين ويمين، وياسر ما بيهنهوش وبيطرد الكوره بره الملعب، وبقول لهم يلا يا جماعه عايز العب تاني، حد هنا يقف قصادي، واحمد هنا واقف ويشوط في رجله. وخالد دلوقتي يلعب الكوره ويطعم من احمد رضا، وماجد واقف يبص عليهم في ايه، الناس دي مالها، الناس دي بتلعب كوره ولا بتلعب ايه؟ وهنا علي بيقول له لا احنا بنلعب كوره، حتى شوف التماس اهوت، وادى الامير وزياد بيزقها وبتطلع بره. على فكره هنا بره هي على الامير، بس ايوه صح هي على الامير، عليك يا زياد العب يلا، عليك يا زياد، معلش الناس شايفها دلوقتي يا زياد، والكوره هنا ده الكوره جون، حته التماس بدلت من شخص لشخص وعملت ثلاثة جون هنا، يلا ولتصبح النتيجة 3-2 وتنتهي المباراة بفوز فريق ياسر على فريق زياد 3-2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.